برضو الحقيقه ان الكي بتاع حل المشكله دي او المفتاح بتاع حل المشكله دي ان هو الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقه يعني. فاول يوم حصلت فيه الحادثه واتصل بيا وقال لي سمعه مصر في رقبتك انت ورجاله قناه السويس. طبعا الكلمه دي انا نقلتها الناس بتاعتنا كلهم وقلت لهم ان احنا مش هنتحرك من المكان دون لغايه لما نخلص هذه الازمه. الحمد لله فعلا الناس كانت مستجيبه وكانوا بالعكس متبرعين اكتر، محدش فيهم فكر انه يروح ولا ياكل ولا ينام لغايه لما نفذنا المهمه. سياده الرئيس كان بيتابع الاجراءات اللي احنا بناخدها في اليوم مرتين وثلاث مرات اتصال يومي وكان بيخش في ادق التفاصيل. الحقيقه انا كنت بشفق عليه من ان هو يخش في التفاصيل ده وكمان لا قول لي كل حاجه بتعملوا ايه، طمني ايه الاخبار. فاحنا كنا بنقول على كل حاجه وهو كان عامل دفع لينا جامد جدا وواقف معانا، ودي يمكن من ضمن الحاجات اللي خلتنا دايما ان احنا مفيش حاجه ما بنتعبش يعني. الحمد لله كنا شغالين يعني. من هنا انا بشكره طبعا وبقدم له الشكر. معالي رئيس الوزراء كان بيتصل بيا يوميا، القائد العام بيتصل بيا يوميا، كل الوزراء كانوا بيقدموا كل المساعدات ان هم يساعدوا في اي حاجه يقدروا يقدموها. يعني زي ما قلت يمكن في المؤتمر الصحفي اللي فات ان وزير الزراعه ما تاخرش ان هو يجيب العلف للسفن اللي عليها ماشيه، يجيب دكاتره بطاريين. وزيره البيئه عملت فتحت غرفه عمليات متواجده بالرغم ان ما كانش في اي تسرب من الزيوت او البترول او الاسكان البترولي او حاجه، الا انها برضه اصرت ان يبقى مفتوح مركز موجود لقدر الله عشان لو حصل حاجه حتى للسفن اللي هي موجوده في التمساح او في البحيرات المره او موجوده في مناطق الانتظار في الشمال وفي الجنوب. فالحمد لله احنا الرجاله انجزت المهمه صعبه جدا في وقت قياسي، نعتبره في وقت قياسي، ومع المحافظه على السفينه وعلى البضاعه بسلام الحمد لله وصلت لبحيرات السفينه. وبعلم من هنا عوده حركه الملاحه من الجانبين اعتبارا من الساعه 6 النهارده بعد الظهر. عم بيجي جاك على باش حتى يسلم على سيف الطوفان بيجي شو كذا